الولايات المتحدة الأمريكية بعد حرب غزة تذهب نحو عدم توسيع نطاق العمليات العسكرية. مع ذلك اليوم هناك عمليات عسكرية كبرى في البحر الأحمر في المواجهة مع الحوثيين، هناك عمليات عسكرية في سوريا، عمليات عسكرية في العراق. إذا ما ذهبت إيران لفتح جبهة لبنان واتسعت نطاق العمليات العسكرية ودخلت إيران في هذه اللعبة الخطيرة جدا، أكيد الولايات المتحدة الأمريكية ستستهدف منصات طيب أستاذ غازي، يعني نعم سيدي الفاضل، إذا ما تحدثنا عن الاستهدافات الأخيرة، يعني شرارة التخوين وصلت معقل الفصائل المسلحة خاصة بعد مقتل السعيدي وأيضا السعدي في بغداد كما تعلم حضرتك، هل يعكس ذلك اختراق صفوف الفصائل المسلحة ويعني ما يجعلها أهداف مكشوفة للأمريكان؟ أكيد أنا تماما مع هذه الافتراضات اللي تفضلتي بها عن وجود اختراق للفصائل المسلحة للمقاومة الإسلامية، كما موجود اختراق كبير وعميق في حتى الجمهورية الإسلامية في إيران. نعم. يعني الموساد غير الموساد، المخابرات الأمريكية غيرها. اليوم يعني أمس أول أمس كان هناك انفجارات كبيرة في قلب إيران لمواقع حساسة ومهمة، محطة إنتاج الغاز وغيرها. أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية بالتأكيد لديها أقمار اصطناعية تراقب وترصد مختلف حركات التنظيمات المسلحة وغيرها. أذكر أن في عام 1991 كان هناك 50 قمر اصطناعي في سماء بغداد أمريكي يراقب جميع الحركات والتحركات العسكرية والسياسية وغيرها. الأقمار الصناعية إذن موجودة، لكن في نفس الوقت لا ننسى أن وظيفة الشخصيات اللي تعمل وتتجسس لصالح أمريكا بالتأكيد وظيفتها على الأرض أيضا مهمة. نتذكر اغتيال قاسم سليماني، كان هناك شكوك أيضا في مطار دمشق، في مطار بغداد، عملية القصف تمت من الولايات المتحدة الأمريكية من طائرة مسيرة توجه من أمريكا، وتم اغتيال القاسم السليماني زائدا أبو مهدي المهندس. لكن هناك شكوك أن على الأرض يوجد من ساعد بالاتصالات بالتوجيه بالمعلومات وغيرها من التفاصيل المهمة. نعم.